ما البرديسي في واشنطن، ما الذي تجهزه الدبلوماسية الأمريكية في هذه الجولة؟ نضال، من الواضح جدا باستنتاج مباشر وبسيط بأن أنتوني بلينكين جاء من بعد مقابلة نتنياهو لمدة 3 ساعات إلى رئيسه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوضح له أن هناك تعنت من نتنياهو في موضوع محور فيلادلفيا، الموضوع الخلافي والوجود العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، عكس ما صرح به أنتوني بلينكين لوسائل الإعلام بأن نتنياهو قبل هذه الصفقة. ولذلك تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكالمة الهاتفية أمس بنتنياهو، والذي تحدث فيها على لابد أن يكون هناك مرونة بحسب تقارير إعلامية. وأيضا أكسيوس قبل قليل ذكرت أن بايدن كان قاسيا جدا مع نتنياهو خلال هذه المكالمة، لأن بايدن يريد هذه الصفقة لمستقبله، أو ليختم إن صح التعبير مستقبله في الولايات المتحدة كرئيس لهذه البلاد في هذه الفترة بعد القتل والتشريد والإبادة الجماعية التي لحقت بسكان قطاع غزة، وأيضا للإفراج عن المحتجزين ومن بينهم 8 أمريكان في كل التقارير تقريبا. الجدير بالذكر الآن أن CNN أيضا ذكرت أن مدير وكالة المخابرات المركزية CIA ويليام بيرنز سيصل للقاهرة يوم غد للالتحاق بالمفاوضين المصريين والقطريين وأيضا الإسرائيليين، حتى يكون هناك الحديث على هذه النقاط الخلافية. وكل هذه التصريحات نضال تأتي من تسريبات، ولا تحدث ولا تصرح الإدارة الأمريكية بتصريحات رسمية عبر نقاط الخلاف، ولكنها كلها قراءات وتسريبات من وسائل إعلام أمريكية عبر مسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.